تخرج السيارة لمباشرة عملية جميع الأشخاص وضعية الشارع وتماشي أنا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات ديال السلطات الطبية على مستوى الوطني. تتم عملية تعقيم السيارة كأول إجراء وقائي قبل ما تباشر العمل ديالها. يعني مباشرة بعد تعقيم السيارة تلتحق بالنقاط التجميع أو تجمع الأشخاص في وضعية الشارع على مستوى الملحقات الإدارية. التحقت بالمركز بعد أداء مهمتها على مستوى الملحقات الإدارية بتجميع الأشخاص في وضعية الشارع اللي غيستافدوا من الخدمات ديال التحمل في إطار مكافحة وباء كورونا. هادو مجموعة من الأشخاص اللي كيعيشوا في وضعية الشارع اللي تم تجميعهم وإلحاقهم بالمركز ديال التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع الأسداف واللي غادي يخضعوا البروتوكول ديال البريزون شارج. يعني مباشرة من بعد التحاقهم بالمركز يتم توجيههم إلى وفق البروتوكول دو بريزون شارج غادي يلتحقوا عند الأشخاص اللي غيتكفلوا بتقديم الرعاية لهم. إذا مباشرة بعد التحاق الأشخاص في وضعية الشارع وتجميعهم من نقاط التجمع يتم يعني الشروع في البروتوكول دو بريزون شارج، يعني البروتوكول ديال التحمل. وأول خدمة اللي كتقدم لهم وهو أن هناك حلاق اللي كيحاول يقاد لهم ويقص لهم من الشعر ديالهم. إذا مباشرة من بعد حلق الشعر تجي المرحلة الثانية ديال أنهم خصهم عملية التنظيف ديالهم. تفضل دور. تفضل أستاذ. بخصوص الملابس اللي كانوا كيرتديوا هاد الأشخاص فإنهم تتم إزالة ديالها وتجميعها في أكياس بلاستيكية. بخصوص الملابس فانها كيتم اتلافها لانها كتشكل خطر دائم على على العليق ديالها، في حين ان المسائل اللي هي عندها قيمه كنقود كحيلي كيعني اوراق خاصه فاي كيتم الاحتفاظ بها لدى المستفيد، لان المستفيد هنا ما خصكش تحسسه بانه راه في السجن وانما هو في مركز ديال اللي من خلاله كتقدم لي مجموعه من الخدمات. لان الان حنا كنتواجدوا بالمطبخ حيث توفير الوجبات الغذائيه، وكيف كتشوفوا بان المطبخ انه كيخضع لجميع الشروط المفروضه من الناحيه الصحيه، يعني المعايير كيتوفر على جميع المعايير المضبوطه في اطار السلامه الصحيه، وكيشرف عليه طاقم محترف من يعني عنده خبرته في هذا المجال. الريفكتوار المكان المخصص لتقديم الوجبات الغذائيه، وكنحاولوا هنا يعني انك تقدم لهم الوجبات مع احترام المعايير ديال المعمول بها في اطار يعني الاجراءات الاحترازيه، لانه ضروري انه يكون هناك واحد المسافه معينه وعدد معين. كما كتشوفوا فانه كلهم متباعدين على بعضياتهم والعدد ما كيفوت جوج ثلاثه ديال الوجبه الغذائيه. لانه الانسان ضروري يعني اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمه حفاظا على سلامه هاد الناس وسلامه الناس اللي كيشتغلوا معاهم. السلام عليكم.
بالنسبة لهذا المكان اللي كيتجمعوا فيه هاد الناس ديال المتشردين، كنقوموا واحد العمل اللي هو خيري مع هاد الناس، لكن ان شاء الله كيجيو عندنا كنقوموا بالحلاقة ديالهم وبالتنظيف ديالهم وكنلبسوهم لباس جديد، وكنقوموا لهم بالوجبات ديال الافطار وديال الغذاء وديال العشاء والمبيت، واي حاجه كتخصهم كنقوموا بها من الادويه من جميع ما يكون. والحمد لله الناس راه ملي جات هنا راه فرحانين وناشطين، يعني تغيرت الحياه ديالهم من الخايب الاحسن. وكنشكروا جلالة الملك والناس اللي معاونين معنا في هذا المكان، والله يهد علينا هذا الوباء وصافي. هذا هو اللي كاين. دكتور جم حسن، احنا هنا في اطار العمليه اللي كتقوم بها عمله مولاي رشيد، كيجمعوا هاد الاس دي اف، هنا حنا كنقوموا بالعمليه ديال الفحص ديالهم. الا كان عندهم كيشكي عندهم شي مشاكل صحيه كنتكلفوا بها. شين مزيانه غتنعس هنايا الصباح ما غتوصل وقيته الفطور غنفيقوا غتفطر ياك مول تسكمي كارو غنعطيك كارو. عندنا اربعه كوارو في النهار، الفطور والغدا كسكرو العشاء صافي. لمتتبعي قناه صوت العداله صا تي في، كنتواجدوا الان بالمركب الخيري لحي السدري، معنا واحد النازل اللي كان على برا والان كيتواجد بهذا المركب الخيري، اللي غادي نسولوه كيفاش كيتعاملوا مع هاد الناس وشحال من يوم هو كاين هنا وكيفاش كيشوف الداخل ديال هنا. بسم الله، اولا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بسم الله. عبد الواحد. واحد. نعم اخويا. هي اخويا. شحال انت هنايا؟ تقريبا جاي شي 4 ايام. 4 ايام؟ وكيفاش كتشوف المعامله ديال هاد الناس معاك؟ اودي هاد الناس الله يعمرها زعما، الناس مزيانين تيتعاملوا معنا مزيان، بحال خوتنا ولا اكثر من خوتنا، خوتنا ما يتعاملوش معنا هذيك المعامله اللي تيتعاملوا معنا هما. المهم تنحسبوا راسنا اسره، بحال لا عايشين مع خوتنا وبحال لا عايش بداركم. انت ملي كنتي كتعيش في الزنقه فين بلاصه كنتي كتعيش؟ كنت نعيش في سيدي عثمان. سيدي عثمان. الناس حدا الجامع ديال الساوي. اييه. دونك هنا واش كاين شي فرق ما بين ديك البركه ديال الجامع وهنا؟ فرق كبير. نعم. ديك الساعه كنت حاسس براسي ماشي بنادم، دابا عاد وليت بنادم. يعني كتفيقوا في الصباح كتمشيو تدوشوا؟ تنفيقوا الصباح تندوشوا، الفطور في الوقيته، الغدا في الوقيته، الكاسكروط. الحوايج جداد، كاسه جديده، كل شيء جديد، حوايج ملابس الداخليه جداد، كل شيء جديد. الله يبعد علينا هذا المرض هذا. امين يا ربي امين. حتى الكارو حتى هو تيعطيونا، حتى الكارو. حتى الكارو تيعطيونا. شكرا بزاف اسيدي، شكرا كنشكروك. تنشكروا لهاد الناس بزاف، الشكر تيبقى لهاد الناس هادو. لمتتبعي قناة صوت العدالة صا تي في، كنتواجدوا الآن في نفس البلاصة وفي نفس السياق، معنا واحد النازل اللي الله جابوه غير اليوم اللي غادي يقربنا تا هو كيفاش عاش هاد التجربة ديال هاد المركب الخيري. أولا السلام عليكم، سميتك أولا؟ غيبونس وجواب هو الجمعية هادي، جا هو الفروع ديال الجمعية، جمعية ممتازة ودازوا فيها سيبيان ودازوا فيها أولاد وشباب ورجال ونساء من كافة فئات العمرية، لأن الجمعية جمعية خير ديال الله سبحانه وتعالى. أنت منين جابوني؟ جابوني أنا من منطقة مبروكة أمام قرب حمام الثانية. حمام الثانية؟ أه والثانية. من اللي جيتي أشنو أول عملية داروا؟ عملية الحمد لله دخلت العالم التحسين ودخلنا العالم حلاقة والعالم ديال الدوش، الحمد لله كتريح الراحة الأولى هي في الفترة الصباحية وبخير الحمد لله. تغديتي دابا بخير؟ تغدينا بخير دابا بنشوف. عطاو بلاصتك؟ الحمد لله بو الحاج. شي كلمة شكر لهاد الناس هادو؟
كنشكر محمد السادس اللي عليه هاد الضغوطات كامله والحكومه الله يسمح لينا منهم وهاد الناس الله يعمرها دار. وكن كنبلغ للشباب اللي بحالي فئات العمر هادي 34 عام منهم صالح الراقة واحد الدري من قبيل وصالح الراقة خصو يجي يداوه هنا صراحة. شكرا. زكريا مريزيك مساعد اجتماعي بمندوبية التعاون الوطني المرشد مكلف بملف حماية الطفولة. التواجد ديالنا اليوم كيجي جراء ما تعيشه البلاد في ظاهرة انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا كوفيد 19. وعمالة مولاي رشيد كتقوم اليوم بالتجنيد من أجل إيواء الأشخاص بدون ماء وقار، وهذا الأمر حتم على جميع شركاء المتدخلين المؤسساتيين اللي من بينهم عمالة مقاطعة مولاي رشيد وكذلك مندوبية الصحة وكذلك المجتمع المدني. يأتي دور التعاون الوطني في هذا الأمر في المساهمة في تقديم خدمات الاجتماعية المناطق به على مستوى العمالة. وكنت من صادقين أن هذه الظرفية تزول على البلاد وترفع لنا هذا الوباء هذا وترجع الأمور كيف ما هي وأكثر، وتكون فرصة أننا نعود نكون أكثر فعالية على مستوى العطاء.